رئيس الجمهورية يصل إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد. رئيس الجمهورية الرئيس الدوري لمجموعة دول الخمس بالساحل يؤكد في مؤتمر مساء العقبة أهمية تعزيز التنسيق بين دول العالم لمواجهة التحديات الأمنية في دول منطقة الساحل. التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والطاقة والمعادن والشركة المصرية طاقة عربية في مجال المحروقات. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في تفاصيل نشرة الواحدة من قناة موريتانيا. أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم مرسوما يقضي باختتام الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023. وفيما يلي نص المرسوم: إن رئيس الجمهورية وبعد الاطلاع على الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعادي به العمل والمعدل في السنوات 2006 2012 2017 المرسوم رقم 92 مقرر الصادر بتاريخ 9 يونيو 2023 والقاضي باستدعاء دورة استثنائية للجمعية الوطنية، يرسم المادة الأولى: تختتم الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية يوم الأربعاء 21 يونيو 2023. المادة 2: ينشر هذا المرسوم وفق طريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. محمد الشيخ غزواني. وصل رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني مساء أمس إلى مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد. وقد تم استقبال رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني لدى نزوله من سلم الطائرة من طرف كل من سعادة السيد أحمد الباهية سفيرنا في فرنسا وسعادة السيدة مولاة بنت المختار المندوبة الدائمة لبلادنا لدى منظمة اليونسكو، إضافة إلى طاقمي البعثتين في باريس. غادر رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني أمس مدينة قرطبة المملكة الإسبانية متوجها إلى فرنسا، حيث كانت بوزائه العاهل الإسباني فيليب السادس وسعادة سفيرنا في إسبانيا الدكتور كان بوبكر. وكان رئيس الجمهورية قد حضر أشغال مؤتمر مسار العقبة الذي خصصت نسخته الحالية لمناقشة قضايا الأمن والدفاع في منطقتي غرب إفريقيا والساحل. بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني انطلق صباح أمس في قصر لاميرسيد بقرطبة مؤتمر مسار العقبة الذي يناقش قضايا الأمن والدفاع في منطقتي غرب إفريقيا والساحل. وشارك في المؤتمر إلى جانب رئيس الجمهورية كل من الملك الإسباني فيليب السادس وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس غانا السيد نانا أوكوفادو ورئيس غينيا بيساو السيد عمر سيسي غومبالو وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد. كما حضر مؤتمر مسار العقبة السنوي نحو 200 ممثل من حوالي 30 دولة حول العالم. على هامش مؤتمر مسار العقبة في قرطبة بإسبانيا التقى رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني أمس بجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وتطرقت المحادثات للعلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء من الجانب الموريتاني مدير ديوان رئيس الجمهورية السيد إسماعيل الشيخ أحمد وسفير بلادنا لدى إسبانيا سعادة السيد كان بوبكر، ومن الجانب الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي والسفيرة الأردنية في مدريد. كما حضر رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني في قرطبة بإقليم الأندلس الإسباني مأدوبة عشاء أقامها جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا على شرف كبار الشخصيات المشاركة في مؤتمر مسار العقبة. وقد أقيم هذا العشاء الترحيبي برئاسة مشتركة لملك إسبانيا جلالة الملك فيليب السادس والعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني، وهو الدولة المضيفة والدولة صاحبة مبادرة مسار العقبة. بعد ذلك انتقل الضيوف سيرا على الأقدام إلى مسجد كاتدرياء قرطبة المصنفة كموقع تراثي عالمي.
حيث أخذوا صورة جماعية في ساحة باتيو دي لوس ناراخوس في المجمع التراثي. يجمع مؤتمر مسار العقبة نحو 200 من قادة الدول ورؤساء الوفود من حوالي 30 دولة حول العالم. التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم المرزوق أمس بقرطبة وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني السيد خوسيه مانويل ألباريس. تطرق اللقاء إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها. اختتمت أمس بنواكشوط عمل اللقاء التشاوري لعلماء دول الساحل والسودان المنظم من قبل مؤتمر تعزيز السلم في إفريقيا. أشرف على اختتام الملتقى وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وكالة. يومان من التشاور والنقاش حول الأوضاع في الساحل والسودان بين علماء دول الساحل ودولة السودان، تم خلالهما نقاش مستفيض وقدمت آراء ومقترحات من شأنها العمل على تهدئة الأوضاع وبسط الأمن وإيقاف الاقتتال. وتضمن البيان الختامي للقاء التشاوري مقترحات وتوصيات، من بينها التحذير من خطورة القتل، العمل على وحدة الصف، بسط العدل والرحمة، القيام بوساطة من أجل السلام بوصفها أهم وسيلة لإصلاح ذات البين. ومن بين التوصيات التي قدمها المشاركون في الملتقى تشكيل فرق لمتابعة الأوضاع في البلدان التي تشهد توترا، دعوة المجتمع الدولي إلى احتضان وتبني مقترحات المشاركين، حث القيادات الدينية على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، القيام بعمل مستعجل لمساعدة اللاجئين، إنشاء قوافل للسلام، دعم المبادرات الأهلية لوقف إطلاق النار، تعزيز دور الشباب والنساء. كما وجه العلماء المشاركون نداء إلى الأطراف المسؤولة عن الأوضاع الأمنية في السودان من أجل وقف الاقتتال والعودة إلى الحوار بوصفه الوسيلة المذلة لتهدئة الأوضاع. حفل اختتام اللقاء التشاوري المنظم من قبل مؤتمر تعزيز السلم في إفريقيا شكل سانحة لوزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وكالة، أكد من خلالها مساندة بلادنا لجهود القائمين على هذا المؤتمر وتبني مساعيه الحميدة. ها نحن بعون الله تعالى وتوفيق منه نصل إلى ختام أعمال اللقاء التشاوري لدول الساحل والسودان تحت الشعار وأصلحوا ذات بينكم، وتحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة العلامة عبد الله بن بية على هذه المبادرة الطيبة وغيرها من الجهود العظيمة لنشر السلم والمصالحة، كما أشكر المؤتمرين من العلماء وقادة الفكر وصناع القرار على تلبية الدعوة لهذا اللقاء والمشاركة الإيجابية فيه. وأؤكد هنا أن موريتانيا ستبقى دائما مرحبة بجميع إخوتها في الدين والقارة ليجتمعوا في ظل خيمتها الوارف، يتدارسون مسوغات السلام والعافية بدل مبررات الفتن والحروب، ويدرؤون بالحسنة السيئة
تجسيدا لإيمان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني برؤية السلام والتسامح وقناعته الراسخة بوحدة المصير والمسار بين الشعوب ودول الساحل والسودان. مداخلات المشاركين في الجلسة الختامية للقاء التشاوري بيّنت أهم الأوضاع الأمنية التي تعيشها بلدان الساحل بشكل عام ودولة السودان في هذه الفترة على وجه الخصوص، داعين إلى مزيد من العمل وبذل الجهود لإيقاف الاقتتال وتبني السلام والوسطية والاعتدال نهجا وسلوكا ليعم الأمن والسلام. وتوجت فعاليات حفل الختام بقراءة شعرية تناولت دور مؤتمر السلام المحوري وما تقوم به سلطات بلادنا من تبني واحتضان لهذه الملتقيات والمؤتمرات الهادفة إلى بث السلام وبسط الأمن والابتعاد عن الغلو والتطرف. بدأت صباح أمس في نواكشوط أعمال ورشة إطلاق مشروع الدعم المؤسسي لإصلاح التعليمي منظمة بالتعاون بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والاتحاد الأوروبي. تهدف الورشة إلى إطلاع مسؤولي قطاع التهذيب الوطني على أهداف وخطط هذا المشروع ومناقشتها للمصادقة عليها. بهدف تطوير المنظومة التعليمية وبناء قدرات الفاعلين في المجال التربوي، يأتي انطلاق ورشة البناء المشترك المنظمة من قبل وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي من أجل التعريف بمشروع الدعم المؤسسي لإصلاح التعليم المنفذ بدعم فرنسي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. سيساهم هذا المشروع في تحقيق أولوياتنا من أجل الوصول إلى الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما سيعزز جهود الدولة الرامية إلى تحسين الجودة من خلال توفير واستخدام الكتب المدرسية والمواد التربوية الأخرى وتحسين تسيير الإدارة التربوية للنظام التعليمي عبر إصلاحات مؤسسية على المستويين المركزي والجهوي. ممثل الاتحاد الأوروبي السيد ويليام جوناس أكد أن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين يورو هو جزء من برنامج أوسع لدعم تنمية الكادر البشري في بلادنا، خاصة فيما يتعلق بالتعليم، موضحا أنه الدعم الأول بهذا الحجم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم الأساسي في بلادنا. كما أكد حرصهم على متابعة هذا المشروع عن كثب ليحقق نجاحا يمكن من خلاله بناء وتعزيز القطاع في المستقبل. فعالية الورشة تضمنت حوارات حول الخطط المرسومة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع، بالإضافة إلى عروض قدمها خبراء دوليون ومحليون ركزت على التدريب والتأهيل على أحدث التقنيات المتبعة في الشأن التعليمي والتربوي. تم أمس من نواكشوط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والطاقة والمعادن والشركة المصرية طاقة عربية الرائدة في مجال المحروقات والطاقة النظيفة والمياه. تهدف هذه المذكرة إلى إبرام اتفاقيات تجارية في مجالات التعاون وإجراء دراسات الجدوى لمشاريع الغاز وتقييم الحقول. بموجب هذه المذكرة التي تم توقيعها من قبل وزير البترول والمعادن والطاقة وعن شركة الطاقة المصرية المدير التنفيذي لإحدى شركات المجموعة، يتعهد الطرفان بإجراء دراسات جدوى لمشاريع الغاز وتقييم تطوير حقول الغاز. سيتم التركيز في المرحلة الأولى على المشاريع النموذجية التي تمكن من دمج الغاز في الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة وخفض الفاتورة الوطنية للطاقة والتقليل من انبعاثات الكربون كاستخدام الغاز في قطاع النقل الحضري والمناجم وزوارق الصيد التقليدي. ونحن على ثقة بأن تجربة وخبرة شركة الطاقة الكبيرة في هذا المجال ستمكن من خلال هذه المذكرة من استقلال الفرص والخيارات التي سيتم تحديدها. يتوقع من مذكرة التفاهم أن تسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة في موريتانيا. نحن نؤمن بشدة بأن الغاز الطبيعي والغاز المثال على النطاق السريع الصغير هو المفتاح لتمكين الازدهار الاقتصادي في موريتانيا. لقد حان الوقت الآن لتنتقل البلد من قاعدة تصدير المواد الخام إلى قاعدة تصدير منتجات نهائية ذات عائد أعلى.
وهذا بدوره سيكون له تأثير اقتصادي مضاعف على الاقتصاد المحلي، مما يخلق العديد من فرص العمل في مختلف الصناعات. نتطلع إلى لعب دورنا في تنفيذ رؤية الحكومة في تحقيق ازدهار اقتصادي وحياة كريمة في البلاد. يذكر أن شركة طاقة عربية هي شركة مصرية رائدة في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. أشرع وزير الزراعة رفقة والي الحوض الشرقي في مدينة جيكاني على الانطلاقة الفعلية لبرنامج الساحل المشترك لمواجهة تحديات كوفيد-19 والأزمات والتغيرات المناخية في موريتانيا. يهدف البرنامج الممول من طرف الصندوق العالمي للتنمية إلى الرفع من قدرات سكان الأرياف بالمناطق الحدودية في الحوضين ومساعدة الفئة الهشة على مواجهة تبعات جائحة كورونا والأزمات والتغيرات المناخية. من مدينة جيكاني الواقعة غرب ولاية الحوض الشرقي، أعطى وزير الزراعة السيد يحيى واللحم الوقف رفقة والي الحوض الشرقي السيد سلمو السيدي إشارة الانطلاقة الفعلية للمكونة الموريتانية من برنامج الساحل المشترك لمواجهة تحديات كوفيد-19 والأزمات والتغيرات المناخية في موريتانيا. يأتي هذا الحدث ضمن محفلة من المشاريع الإقليمية ذات البعد الجهوي والوطني والإقليمي بتمويل من الصندوق العالمي للتنمية الزراعية. يهدف البرنامج إلى الرفع من قدرة سكان الأرياف الأكثر هشاشة ومساعدتهم على التصدي لتبعات جائحة كورونا والأزمات والتغيرات المناخية لصالح 7500 أسرة في 5 بلديات حدودية بالحوضين. يعمل البرنامج من خلال مكونتين فنيتين أساسيتين اثنتين تتعلقان ب أولا الرفع من الإنتاج والإنتاجية الزراعية والغابوية والرعوية عبر توسيع القاعدة الإنتاجية ودعم الصمود. ثانيا دعم التكامل الاقتصادي الوطني والإقليمي على مستوى المنطقة عبر دعم الأسواق الحدودية والتبادلات التجارية العابرة للحدود ودعم أمن المعاملات الحدودية. بدوره عمدة مدينة جيكاني أشاد بانطلاقة هذا البرنامج الذي يعول عليه في تحسين الأنشطة الزراعية والتنموية لسكان القرى والأرياف بالمناطق الحدودية. لا يخفى عليكم أيها الحضور الكريم ما للمصادر البشرية التي هي هدف كل تنمية، لذلك يعد على رأس الأولويات تمكين الشباب والفئات من دخول مستدامة لتبعدهم من شبح الهجرة المتنامي واستغلالهم. إننا ننتظر شراكة خاصة تهتم بدعم قدرات المجالس المنتخبة والمنظمات المهنية للشباب والنساء والمزارعين والمنمين والحرفيين. أما المتحدث باسم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية السيد عمر سودي فقد أبرز أهمية هذا البرنامج الذي يستجيب لتطلعات ساكنة القرى الحدودية خاصة في موريتانيا، مبرزا جوانب من تدخلات البرنامج المتعلقة بتحسين وسائل إنتاج صغار المنتجين الزراعيين من النساء والشباب. بدورهم الشركاء الفنيون قدموا عروضا حول اتفاقية التمويل ومكونات البرنامج الرامية إلى تحسين الدخل والأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي لصالح الفئات الضعيفة بالمناطق الحدودية. بعد ذلك تجول وزير الزراعة والمرافق له داخل أجنحة معرض الصور الذي أقيم على هامش هذه التظاهرة من أجل التعريف بمشروع التسهيل المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين. وقد رصد لهذا المشروع الذي يتدخل على مستوى فضاء منظمة دول الساحل الخمس والسنغال زهاء 180 مليون دولار أمريكي للدول الست بتمويل مشترك بين الصندوق العالمي للتنمية الزراعية بالتعاون مع وكالات المتحدة المقيمة بروما. الفاغولي الشيباني، قناة الموريتانية، مدينة جيكاني. أدى وزير الزراعة رفقة الصفير الصيني في بلادنا أمس زيارة ميدانية لمركز الاستعراض الفني للزراعة والتكوين في مقاطعة إنبان. تهدف الزيارة إلى إعادة نشاط المركز الزراعي بعد أن توقف بسبب تداعيات جائحة كورونا. وقوفا على وضعية مركز الاستعراض الفني للزراعة والتكوين في مقاطعة إنبان، ومن أجل معاينة مدى جاهزية هذا المركز، أدى وزير الزراعة السيد يحيى الأحمد الوقف رفقة السفير الصيني في بلادنا السيد لي باوجين زيارة ميدانية لهذا المركز الذي يعد ثمرة للتعاون بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية.
وتأتي هذه الزيارة لإعادة تنشيط عمل المركز الذي كان قد توقف مؤقتا بسبب تداعيات جائحة كورونا. وقد تجول الوفد داخل عدد من مرافق وأجنحة المركز المتعددة، والتي تشمل أماكن لتربية الدواجن وورشا للآليات الزراعية، حيث تلقى الوزير شروحا فنية من القائمين على هذا المركز حول المميزات الفنية التي قد ترفع من طاقة الإنتاج الزراعي مع عودة انطلاق الأنشطة الزراعية هنا. وفي إطار التعاون المشترك بين موريتانيا وجمهورية الصين الشعبية في مجال الإنتاج الزراعي، من المنتظر أن تتم زراعة أزيد من 2400 هكتار من الخضروات مستصلحة بشكل نموذجي في مقاطعة باين. وفي مدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة، كان الوزير قد أدى زيارة لمقر المندوبية الجهوية للزراعة، تفقد خلالها طبيعة سير العمل في هذا المرفق. حمل من هذه قناة الموريتانية مقاطعة باي. أشرفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة صاحبة والي غورغول على إطلاق الأشرطة المخلدة لليوم العالمي لمكافحة التصحر من مردية الضوء التابعة لمقاطعة مقامة. وقد شملت هذه الاحتفالية تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة لتحسيس سكان المنطقة حول أهمية الحفاظ على البيئة والتصدي لخطر التغيرات المناخية. من قبة إنغوية التابعة لمقاطعة مقام بولاية غورغول، اختار قطاع البيئة والتنمية المستدامة أن يطلق أنشطته المخلدة لليوم العالمي للتصحر. وخلال الحفل المخلد لهذا الحدث الدولي وبحضور والي غورغول سيد أحمد نورسيدبا، أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة سيدة لاليا كامارا على العناية التي توليها الدولة للحفاظ على البيئة والحد من خطر التغيرات المناخية وتعزيز ولوج المرأة للملكية العقارية. اختارت الأمم المتحدة أن تبعث برسالة قوية لدعم المرأة في الريف من خلال اعتماد شعار المرأة أراضيها وحقوقها. لقد أطلقت موريتانيا أول نظام عقاري للأراضي سنة 1983، لكن هذا النظام ظل يعاني من اختلالات ونواقص حالت دون ولوج النساء للملكية العقارية بالشكل المطلوب. وتعمل الدولة حاليا على تعزيز حضور المرأة وتقوية ولوجها للأراضي ومشاركتها في التنمية المستديمة ومكافحة الفقر والحفاظ على البيئة. إننا نخلد هذا الحدث العالمي في غابة غوي التي تعد منطقة محمية من بين الغابات تتوفر عليها موريتانيا، حيث توجد في بلادنا 30 غابة مصنفة على مساحة تزيد على 47,000 هكتار، إلا أنها تعاني خطر الاستغلال المفرط للمصادر الطبيعية، إضافة إلى عوامل الجفاف والتصحر. إن الحكومة وانطلاقا من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية تعمل على وضع خطة عمل للحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية المتنوعة والحد من خطر التغيرات المناخية من خلال القيام بمسح ودراسات شاملة لتصنيف المحميات والغابات ووضع برامج للحفاظ على البيئة والتنمية المستديمة. عمدة بلدية الضوء رحب بالوفد مثمنا اختيار بلديته لاحتضان هذه التظاهرة الدولية، مطالبا بدعم سكان المنطقة من خلال مشاريع لمكافحة الفقر خاصة في صفوف النساء. الشركاء الفنيون لقطاع البيئة والتنمية المستدامة قدموا عروضا حول وضعية غابة إنغوي وتصنيفها وأهم العوامل التي تهدد مقدراتها البيئية والسياحية والإجراءات التي يجب اتخاذها للمحافظة على مخزونها البيئي المتنوع. وزيرة البيئة والتنمية المستدامة رفقة والي غورغول وقفت على عينات من بذور الأشجار الموجودة في قابة إنغوي والتي تم جنيها من قبل نساء القرى المتاخمة لهذه القابة التابعة لمقاطعة مقامة، ليقوم الوفد بعد ذلك بغرس عينات من الأشجار بهدف تشجيع ثقافة التشجير والحد من قطع الأشجار واستقلالها لصناعة الفحم ودعم المقدرات البيئية للمنطقة. واختتم الحفل بتسليم زوارق للصيد لصالح بعض الصيادين الذين يزاولون صيد الأسماك داخل البحيرة الموجودة في هذه القابة لتشجيعهم على استخدام المواد الصديقة للبيئة واستقلال المخزون السمكي للمنطقة بوسائل مناسبة. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، بلدية الضوء، ولاية غورغول. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة. عبد التوكيل بالعناوين. رئيس الجمهورية يصل إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.
رئيس الجمهورية الرئيس الدوري لمجموعة الدول الخمس بالساحل يؤكد في مؤتمر مساء العقبة أهمية تعزيز التنسيق بين دول العالم لمواجهة التحديات الأمنية في دول منطقة الساحل. التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والطاقة والمعادن والشركة المصرية طاقة عربية في مجال المحروقات. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.